يعني فتحة هناك كما كتشوفوا معنا نزار عاود طلع للسطح. يعني الناس كيقولوا ليه ما طيحش نزار. شي وقفة رجولية لا نزار. يعني الى حدود الساعة يعني كتشوفوا معنا حريودة او نادا كتحاول انها طلعت معاه للسطح في غير لائق تصرف، طلع للسطح بغى ينتحر. ما يمكنش، ما عرفناش حنا والله العظيم، وراه بسيف الحال فرحان بالليلة العرس ديالو والإنسانة تيبغيها وغيمنعوا له العرس ديالو، إذا راه تيفكر أنه ينتحر. ولكن تنعرف نزار ما غينتحر، صاحبنا غير تيدير ديك الهدة ما غينتحرش حيت تيبغي ينادى. يقدر تنعرفوه صاحبنا، صاحبنا بزاف اي طالع الفوق تيدير ديك الهده والسلام. هادشي اللي نقول لك شفا ولي كيما تودين تودان، يجي واحد النهار غيضحكوا عليك. انت نوض دير العرس في هاد الحجر الصحي راه غيضحكوا عليك بطبيعه الحال. ايوا وجينا فرحانين باش نفرحوا معاهم. راه تحفه نادره في المغرب، راه البوز تحفه نادره. انت تشوف هو طلع للسطح هو بقى في كلمته. لا 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 تزوج يتزوج يتزوج بها وتيبغيها، وانسان صراحه الله والله الا البراءه و وش الخاطر والله العظيم لا مزيان، انسان بريء. كنظنش انه غادي ينتحر السيد، راه كيبغي الزوجه ديالو على حساب اللي كيبان لي انا. ما كنظنش غينتحر، والله خرج هادشي الاخر، غالبا غيخرج الاخر ان شاء الله. راه دازو شي حاجه تكفس من هيدا. اللهم اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.